الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا وسهلا المستمعين الكرام على الراديو 90-90 في كل مكان. برحب بكم أنا الشيف أحمد المغازي في برنامجكم فطار المصريين على الراديو 90-90. أكلاتنا كلها من اختياركم أنتم، ومن ضمن الأكلات اللي طلبتوها معانا النهاردة صينية كوسة بالبشاميل، ومشروبات رمضانية معانا الكركديه ومعانا الدوم ولوز باللبن. بسرعة نخش على الكوسة بالبشاميل. بص بقى، لما اقول كوسه بالبشاميل بنبتدي من وقت ما نيجي نشتريه. اشتري الكوسه بالبشاميل، اروح اشتريها بنفسي كده وانقي الكوسه اللي حبيتها ملحمه، يعني الحبايه الكبيره واللي تكون تخينه. ليه يا شيف؟ ما اجيبش الصغيره، الصغيره بتبقى للمحشي، فاجيب الكبيره ويبقى فيها لحم. ليه يا شيف؟ عشان دي انا هقطعها بشكل ونشوف ازاي ايه السر بالاتنين. خدنا الكوسه اللي هي تقريبا بتعمل في الكيلو 10 حبات او 8 حبات، اللي كان زمان بيسموها القرع، بس ده مش موجود دلوقتي. هناخد الكوسة اللي هي بالشكل ده كده ونروح على البيت نغسلها كويس قوي عشان ما تنفعش ان احنا نقشرها. بعد ما بنغسلها بنجيب حلة ما فيهاش مية ونحطها على النار، ونحط مع الحلة ديت وده الكلام، نحط مع الحلة دي يا شيف معلقة زبدة صغيرة ومعلقة دقيق ونقلبهم مع بعض. ركزوا معايا بقى عشان نعمل لكم كوسة بالبشاميل حصريا على راديو 90-90. هنحط معلقة زبدة ومعلقة دقيق ونشوحهم على النار. بعد ما نحس ان الزبده دابت مع النار وتعرفوا على بعض، ناخد تكون الكوسه متقطعه عندنا حلقات بسماكه نص سنتي، مش سنتي، نص سنتي، نسقطها على الدقيق والزبده ونقلب مع شويه زعتر وشويه ملح ونغطي الحله. تقوم الكوسه يا شيف تنزل الميه بتاعتها، تلاقي ايه؟ حارس مرمى قوي من الزبده والدقيق يمتصوها تديني قوام. حلو الكلام؟ تخيلتوا الموضوع؟ انا متاكد. نشيل الحله نخليها على جنب، فيها الكوسة منزلة المية بتاعتها لها جوسي كده بالزبدة والدقيق اللي أنا قلبتهم من الأول. نيجي نعمل البشاميل. البشاميل عبارة عن إيه؟ بشاميل الكوسة أو الخضروات عموما غير بشاميل البسطة اللي هي المكرونات. بشاميل الخضروات بيكون تقيل شوية، أما البشاميل بتاع البسطة اللي هو المكرونات بيكون خفيف شوية، بما إن دي غنية بالنشويات والكوسة غنية بالسوائل. هنعمل بشاميل تقيل شوية عبارة عن 4 معالق من الدقيق، هياخدوا 3 كوبايات حليب مع نص كوباية شوربة، شوربة لحمة أو فراخة كده عدينا في التلاجة. هندوب الدقيق في 2 معلقة من الزبدة أو الزيت أو السمنة زي ما أنت حابة، لغاية لما ياخدوا لون شوية كده. وإحنا بندوب الدقيق بنحط عليه شوية زعتر عشان ياخد الطعم والفليفر، بننزل باللبن بتاعنا ونقلبه على النار لغاية لما البشاميل يدينا قوام، القوام يكون تقيل شوية. نبهر البشاميل ده بملح وفلفل، نسيبه لما يبرد ونجيب بطين نسقطهم على البشاميل ونقلبهم كويس. ونصيحة، اوعى تنزل بالبيض على البشاميل الا لما يبرد. يبقى خلصنا من الكوسة وخلصنا من البشاميل. هتحشيها ايه؟ لحمة ولا فراخ؟ هي بصراحة البشاميل، الكوسة بالبشاميل لما نحشيها لحم ضاني مفروم تبقى حلوة، ولو عايزينها بالفراخ زي ما انتوا عايزين. هيكون عندنا لحمة متعصجة في التلاجة، لان احنا طبعا عندنا علفين سمبوسة قبل كده وعندنا في التلاجة، يا اما نجيب 0.5 كيلو من اللحمة نعصجه على النار مع بصلاية مع تومة مع شوية بهارات من الملح والفلفل. ناخد التعصيجة الحلوة دي نخليها على جنب، نجيب صينية بايركس اللي هي تتقدم على السفرة، نحط رقة من الكوسة ونحط عليها شوية بشاميل، ونحط الحشوة بتاعتنا ونحط رقة من الكوسة عليها شوية بشاميل ونسويها ونهز الصينية جامد. وفي الآخر بقى خدي بقى ليه السر، بتجيبي كوباية من الجبنة الموزاريلا أو 0.5 كوباية جبنة بارميجان أو جبنة رومي بتاعتنا الحلوة اللي متسحر بيها مبشورة، نقلب معاها بطين مع شوية بقدونس حلوين مع شوية ملح صغيرين ونحطهم على الوش ونسويها وندخلها الفرن. هيطلع معاكي أحلى صينية كوسة بالبشاميل، لا هي مصيصة ولا هي سايبة على نفسها، وبألف هنا وشفا. هنطلع فاصل، استنوني الشيف أحمد المغازي وفطار المصريين على الراديو 90-90. ورجعنا لكم تاني مع الشيف أحمد المغازي وفطار المصريين على الراديو 90-90. اختيار تاني ليكم كان مشروبات رمضانية، كركديه ودوم ولوز باللبن. تعالوا مع بعض نبدأ بالكركديه، نشوف يتعمل ازاي مع بعض لانه بياخد وقت شوية في التلاجة. هناخد الكركديه اللوزة اللي بيجي من أسوان، وده أفضل أنواع الكركديه.
انا ليا صديق ليا من اسوان بصراحه عنده المحل اللي بيبيع الحاجات بتاعت التوابل والاعشاب والبهارات والحاجات دي كلها. فعنده كركديه فعجبني الكركديه عنده قلت له ده اسمه ايه؟ قال احنا مسمينه كركديه لوزه. فهو عامل زي الزهره كده او زي اللوزه عشان كده بيسموه. فبناخد الكركديه ده وده افضل انواع الكركديه بناخده بنغسله بميه بارده وبعد كده نحطه في ميه اللي احنا هنشربها ميه عاديه ونخليه في التلاجة لمده 3 ساعات او بره التلاجة حسب الرغبه بس لازم طبعا نشربه بارد. قال لي اسمع نصيحتي ونقعه في ميه بارده من الحنفيه بس لمده 3 ساعات. قلت له ايه الفرق؟ قال لي جرب ده وده وانت هتعرف الفرق. فانا جربت بجد ده وده. الفرق ايه؟ الكركديه اللي بيتنقع في ميه بارده ويتشرب بتلاقي طعم الكركديه مش لادع مش قوي، هو طعم الكركديه حلو كده بيرطب على القلب وكده والواحد ايه بيرطب العطش بجد، بس نظبط على موضوع السكر فيه. اما لو غليناه هو حلو وكل حاجه بس هيبقى قوي قوي. فخلونا مع البارد في رمضان بالذات لان المعده عايزه الحاجه الخفيفه. ده بالنسبه للكركديه. اما الدوم، الدوم سهل جدا مشكلته في الوقت. بنجيب الدوم الكويس الحلو ده اللي هو جاف وصلب بنكسره بنحطه في مية مغلية بعد ما بتبرد بنخليه في التلاجة لمدة 2-3 ساعات بنطلعه بنصفيه بشاشة ناعمة جدا ونتخلص من التفل بتاعه. بعد كده بنحليه بالسكر حسب الرغبة ولازم نسأل ضيوفنا وحبايبنا اللي معزومين عندنا ونشوف برضو الظروف الصحية لأفراد الأسرة نقلل السكر نكتر السكر للدوم ده مهم جدا. والدوم مش بيحب السكر كتير على فكرة لأنه مش مر. فبعد كده بنحليه ونشربه برضو على الفطار يبقى جميل جدا. أما بقى اللوز باللبن مشروب الشيف المغازي المفضل بالذات ولكل واحد بقى يكون محتاج حاجة كده تديله عناصر غذائية قوية جدا وخاصة في أيام الصيام. تعالي بقى هنجيب اللبن بتاعنا ونجيب اللوز. اللوز في السوق نوعين، يا إما متقشر يا إما سليم زي ما هو بالقشرة بتاعته يا إما متكسر. هتقولي لي أيهما اللي موجود؟ بس لو جبتيه مش متقشر لازم تقشريه. هيتقشر ازاي؟ بتحطيه في ميه مغليه بتلاقي القشره طلعت لوحدها بعد 2 دقيقة. جبت اللي متقشر يبقى سهل عليك وتجيبي مثلا حفنه لوز بايدك كده تقريبا يعني 150 جرام او 200 جرام. بناخد اللوز ده ونحطه في شويه لبن لمده 2 ساعات. ايه اللي هيحصل هنا يا شيف؟ ان اللوز هنا هيدوب هيطرى شويه. نجيب الخلاط وناخد اللوز اللي حطيناه مع شويه اللبن نضربهم في قلب الخلاط بس ما نكترش اللبن كتير. هتقولي لي ليه؟ لان لو كترنا اللبن كتير اللوز مش هينطحن ويبقى ناعم، انا عايزه كريمي. فهنا نحط على 200 جرام نص كوبايه لبن ونطحنهم في الخلاط بعد ما ننقعهم لمده 1 أو 2 ساعات هيديني شكل كريمي. نبدا نحط بقى 2 معالق عسل مع 2 كوباية لبن تانيين ونزوده ويبقى عند عصير اللوز باللبن جامد جدا. لما اجي اشربه مش هلاقي فيه اثار للوز غير ان اللبن لبن كريمي كده طعمه جميل جدا متحل بالعسل. وده مشروب لو عندك اطفال حلوين عندك شباب الصغيرين اللي احنا عايزين نعودهم على الصيام فده بيعوضهم طول النهار طبعا لان مفيش اكل ولا في شرب. وبالف هنا وشفا خلصت حلقتنا النهارده. عملنا لكم الكوسه بالبشاميل وعرفنا اسرارها وعملنا مشروبات رمضانيه الكركديه والدوم واللوز باللبن. استنوني في حلقة جديدة معاكم الشيف أحمد المغازي وأكلة تانية من اختياركم في فطار المصريين على الراديو 90-90.